السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غنقدم لكم لي كوفخ ليجوا، روعه ساهلين بزاف التحضير والنتيجه رائعه ومضمونه، غادي يعجبكم ان شاء الله بزاف. تابعوا معايا مراحل التحضير. اول حاجه غادي نحتاج الحليب 160 غرام، غادي ندير هاد الدفه باش غادي نعجن بها. 160 غرام ديال الحليب، غادي نحتاج 15 غرام ديال السكر، السكر البني الا عندكم احسن، الا ما عندكمش ديروا غير السكر العادي. وعندي 20 غرام ديال الخميره، هادشي كامل غادي نديرو يسخن بويوار، نديرو على 37 درجه يسخن. الحليب ديالنا هو سخن، غادي نحتاج في المقادير 380 غرام ديال الطحين الفرس، عندي واحد شويه ديال الملح 5 غرام تقريبا، جوج ديال البيضات متوسطين ماشي كبار بزاف، 20 غرام ديال ما زهر، وعندي 220 غرام ديال الزبده، واحد صاشيه ديال الفاني. انا غادي ندير الفاني، غادي ندير 380 غرام ديال الفرس، واحد الخمسة ديال الغرام ديال الملحة، 20 غرام ديال الماء الزهر. راني وزناها ما شداتش في الميزان، جوج ديال البيضات، تقريبا خصني 100 غرام ديال البيض، هي زايده 12 غرام، لان البيض ملي تيكون كبير ولا صغير كيوزن اكثر. هي في الاصل 100 غرام ولكن ماشي مشكل، الا العجينه جاتكم شويه حسيتوا بها هذا تقدروا تزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الطحين. غادي ندير هاد المكونات تعجن، غادي نديرها مبدئيا واحد جوج ديال الدقائق، هي العجينة تعجنات. دابا غادي نلونسيها تعجن، غادي ندير لها واحد الخمسة ديال الدقايق باش تعجن لي مزيان. غادي نزول لو كوبلي، غادي تبدا تعجن وانا كنلوح لها الزبدة شوية بشوية. الزبدة خصها تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش قاصحة. لاباطا بريوش ديالكم باش تعرفوها تعجنات مزيان، تتجبدوها شويه هكذا، ما خصهاش تقطع، كتمشي معاكم. شتيو كتقطع بصعوبه، يعني الجلوتين راه تاكتيفا فيها مزيان. صافي دابا لاباطا بريوش ديالنا ها هي واجده مزيان. غادي ناخذ لاباط ديالي ونديرها في امبول باش نخليها تخمر الخميره الاولى ديالها. صافي العجينة غادي نجمعها بحال هكذا في الوسط، ها هي شوفوها كيفاش كتقلع، لان الا ما كانتش بحال هكذا ما تتلصقش، راها ما معجوناش مزيان، راه لا بغيوش السر ديالها في العجين. هانتو كتزول من البول كامله ما كتبقاش لاصقه، هذا هو انها ناجحه. غادي نغطيها وغادي نخليها واحد الساعه د المكانه يتضاعف الحجم ديالها. غادي نحتاج 200 غرام ديال السكر، غادي نديرها على 3 النوبات في مقله، نخليها تذوب شويه بشويه. ملي تيبدا يذوب بحال هكا تنحركوا المقله، تنبقاو غير كنحركوا المقله حتى كيذوب لنا السكر. شتيو حتى كيذوب لنا بحال هكا، كنبقى غير كنحرك حتى تيذوب. صافي ملي تيذوب عاد تنحركو واحد شويه
كنعطيه الخاطر ما تيبقاوش فيه الحبيبات نهائيا، ما كيبقاش فيه السكر باين، تيخصو كله يكون هكا، ولكن ما وصلش لدرجه الغليان، ما خصوش يغلي. غادي ناخذوه مباشره وغادي نكبوه على شي سيليكون ولا بابي سولفيريزي. شوفوا اللون ديالو، شوفوا اللون ديالو كيفاش ترونسبارو، ما يكونش حمر بزاف، يكون هكذا بحال لون د العسل. هانتوما ملي تحسو بيه بدا كيبرد شي شويه قبل ما يتشقف الا بغيتي تقطعوه. الا قديتيه ما قديتيهوش خليوه غير قوه وخليوه هرمشوه في الاخر، لان راه صعيب عندك وتحرقو بيه. هيا العجينة ديالنا ها هي خمرات مزيان. ما تحتاجو ديرو لها لا طحين لا حتى شي حاجه. راهي كتجمعوها شي شويه كتجمع. غادي نطلقها. غادي ناخد هاد الكراميل هذا، غادي ناخد واحد شويه غادي ندير لي غرين دو سكر. غادي ناخد لو زيت ديال لورونج. تقدروا ديروا لورونج معسل الى عندكم. صافي وغادي نجمع نجمعها بحال هكذا بحال ندير ان غولي. ما غادي نقطعها ها هما لي كوفر. انا حطيتهم هكا ودرت لهم ان فيلم اليمونتير باش ما يتشققوليش ما يدخلهمش الهواء. وغادي نبدا نقلي وحده بوحده. غادي ندير وحيدة، كل واحد والكوفخيي ديالو كيفاش كيتعامل معاه. غادي نديرها هكدا واحد جوج دقايق، ومن بعد غادي نقلبها جوج دقايق اخرى، وما نديروهاش في الجهد. الا كنتيو كتحكموا في درجة الحرارة ديال الكوفخيي ديالكم ما ديروهاش مجهدة بزاف. النتيجه النهائيه هي هذه، تيجيو هكذا معسلين، تيجيو روعه. تقدروا تعجنوهم بلا ترموميكس بالعجانه العاديه، ساهلين ما كاينش زعما شي صعوبه فيهم. بالنسبه لداك الكراميل تقدروا تزيدوا على داك الكميه باش يجيوكم هكذا معسلين. نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.